السلام عليكم ورحمة الله، معكم تغريد عمر، أهلا بكم في قناتي الجديدة. القناة بتهتم بكل ما هو له علاقة بالفاشن والديكور والدي اي واي، والليلة حنبدأ بسلسلة بتاعة رانواي دي اي واي. حنعمل شنطة بوهو ستايل في 5 دقايق. الشنطة نسقتها مع مجموعة التيشيرت الجديدة حقتي، معاها اكسسوار كبير وممكن تتلبس مع أي حاجة، مع عباية، مع فستان عادي سادة، فممكن ترسم فيها أي حاجة أي شكل أنت عايزاه، لكن أنا دي أسهل حاجة عشان هي المفروض تكون بتتعمل بسرعة. بنجيب 3 أغطية بتاعت ملفات وبنغطيهم بقماش يكون شوية قوي زي الجينز، وبنعمل زي 2 إنش بين كل ورقة وورقة، وفي الحتة اللي هتكمل منها الشنطة تخليها زي 4 إنش. هنلصقها بمسدس سيليكون بس في الأطراف عشان نثبتها بس، وعشان ما يسيح لأنه هو بلاستيك كمان. وبعدين الحتة الأخيرة، الحتة اللي هي اللي هتكفليها، اللي هي هتفتحيها قدام الناس، يعني هتظهر للناس، مش الشنطة هتظهر يعني لما تفتحيها، هتعمليها على شكل بتاع كأنك بتغلفي كتاب أو دفتر بالطريقة دي، وده هيكون الشكل النهائي. هنقص زي مستطيلين بس على مقاس بتاع ورقتين، وبنجيب البطانة على طول القطعة اللي احنا عملناها، بنخلي زي 1 إنش وبنلصقها برضو بالمسدس السيليكون، لكن تراعي إنها تكون نظيفة لأنه دي الحاجة اللي هتظهر لما تفتح الشنطة. وطبعا ممكن تستعمل الخياطة لو أنت عايزة تبيع الشنطة أو لو إنك عايزة تستمر معاك لفترة أطول. أنا صراحة السيليكون قاعد معايا، يعني ما عمل لي حاجة، يعني ما باظت، استمرت معايا. بس في مستطيلين هتركبي القطعة اللي احنا عملناها، وممكن تخيطيهم في الوشين يعني. وبعدين الحتة حقت الخياطة بتركبي فيها أي كلفة عشان تغطي الخطوط الظاهرة، وأنا ركبت فيها زي تصل ولا دندوشة. وبعدين رسمت فيها الإيفل آي، ولا هي يسموها العين الزرقاء. استعملت ألوان أكريليك ولخبطتها بميديوم اللي هو بيحول الأكريليك لفابريك بلو، وبس كده. هي الفكرة بسيطة، ممكن ترسم أي حاجة أنت عايزاها، وممكن تكتبي أي كلام أنت عايزاها، اعتبريها صفحة بيضة. وشكرا لكم، وإن شاء الله الفكرة تكون عجبتكم، وإن شاء الله أيام الجاية حيكون في أفكار تانية. دي أول سلسلة من سلسلة الـ Runway DIY، اللي هي حاجات بتكون ماركة لكن احنا هنعملها بحاجات أرخص. وشكرا لكم كتير.